الاحد الله الله اله اله الا الا الله الله. اليوم نريد أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا في ما يتعلق بالإسلام في شرق أفريقيا. الدور الكبير جدا والعظيم جدا في خدمة الإسلام الذي أداه التجار العرب والحضارم خصوصا منهم. معنا اليوم إن شاء الله تعالى جئنا لزيارة أحد هؤلاء الذين اشتغلوا بالتجارة والدعوة وخدموا، وكذلك عدد منهم هنا شيخنا والدنا شيخ محمد بن سالم العامودي حفظه الله تعالى. نسترشد ونأخذ ونتعرف على ملامح الأدوار التي أداها التجار هنا. الله يعطيكم العافية يا عم محمد، حفظكم الله، العفو على إزعاجكم الساعة هذه، لكن نريد نستفيد منكم إن شاء الله تعالى. تكلمونا عم محمد، كيف كان يعني نشاط التجار، ومن التجار الأوائل مثلا الذي بدأوا في الدخول في هذه البلدان؟ التجار الأوائل جو من أظن في الأوائل أوائل القرن الأخير هذا الأخير. استوطنوا في مناطق في منطقة كما ماليندي هنا ومن مومباسا وفي الجانب البر، يعني تفهم إذا كل قبيلة يسيرون عند أصحابه. والمثال اللي احنا من جانب حضرموت هذه حجر جينا واستوطننا في هذا البلد في ماليندي، وفي ناس الأباء شماخ في محل يقولوا له في قريب على طريق مومباسا أكثر الأباء شماخ في ذات المنطقة، في نفس المكان. والبجابر صاروا إلى منطقة في البر يقولوا له كيتوي. كل يعني فصار وكل من يعني يجي من البلد يجي لعن صحابه، كل من جاء من ناحيه من نواحي حضرموت اكثر توطن في منطقه من الذي فيها اصحابه هنا. ايوه سبحان الله.